سيظل الإنسان دائما يبحث عن سبل لتأمين الخصوصية، فلا يوجد من يرغب في أن تكون تفاصيل حياته وأدق أسراره كتابا مفتوحا أمام الآخرين. وتزداد هذه الرغبة في ظل عالم متطور تكنولوجيا يسمح باختراق أدق تفاصيل الحياة. القائمون على تطبيق واتساب أتاحوا للمستخدمين ميزة التشفير التلقائي للمراسلات بين الراسل والمرسل إليه، بحيث لا يمكن لأي طرف ثالث الاطلاع على مكونات الرسالة سواء كانت نصية أو مكالمة هاتفية أو مقطع فيديو. هل فكرت يوما إذا ما كانت رسائلك على تطبيق الواتساب مراقبة؟ كمستخدم عادي قد يكون هذا مجرد تفصيل لن يؤرقك، ولكن ربما لغيرك فمسألة المراقبة أخطر بكثير. شركة واتساب لخدمة التراسل الفوري بدأت تشفير جميع اتصالات المستخدمين عبر تطبيقها. تشفير الرسائل سيتم على مستوى المستخدم النهائي فور إرسالها من المستخدم الأول، ولا يمكن فك الشفرة إلا من خلال جهاز الشخص المرسل إليه. خطوات لا تستغرق سوى بضعة دقائق. تبدأ بالضغط على هذه الرسالة لتظهر نافذة منبثقة عنها تطلب تأكيد عملية التشفير، وذلك من خلال الضغط على خيار التحقق. لتفتح نافذة جديدة تتيح للمستخدم خيارين، أولهما مسح رمز أو كود أحد الأصدقاء وهو مجموعة من الأرقام، أو أن يقوم أحد المستخدمين بمسح الكود الخاص بالمستخدم الآخر من خلال QR كود، وهو ما يتطلب تجاور المستخدمين. وعند الضغط على زر سكان كود أسفل الشاشة تبدأ عملية توثيق بيانات الطرف الآخر. قضية تشفير بيانات المستخدمين ومحادثاتهم أثيرت بعد أن طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI من شركة أبل مساعدته في الدخول إلى بيانات هاتف آيفون الخاص بمنفذ هجوم كاليفورنيا في ديسمبر الماضي، لتضع شركة واتساب على رأس أولوياتها خصوصية مستخدميها الذين يقدر عددهم بمليار مستخدم، ولتفتح الاستفسارات حول المستفيدين الحقيقيين من الخاصية الجديدة. معنا الآن من دبي خبير تقنية المعلومات علاء القصاص. أستاذ علاء مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. مسألة الواتساب والخصوصية مسألة مهمة وحيوية كما تعلم جيدا بالنسبة للمستخدمين، ولكن هل مسألة التشفير الآن وجعل هذا التطبيق آمنا ولا يمكن لأحد الوصول إلى محتوياته، هل هذا يفتح ثغرة أمام جهات ربما إرهابية ربما متطرفة لاستغلال هذا الأمر؟ مساء الخير. طبعا أي تقنية موجودة في العالم حاليا هي تعتبر سلاح ذو حدين، فدائما هناك الاستخدام الخير وهناك الاستخدام الشرير لهذا الموضوع. أكيد سوف يستفيد منها الجميع بكل حسب طريقته ونواياه بالتأكيد، لكن دائما الخصوصية والأمان في عملية المحادثة والرسائل والصور والفيديو مهمة جدا لجميع المستخدمين، بحيث أنه كل إنسان يكون هناك الرسائل الخاصة وحياته الخاصة الموجودة. وطبعا عملية وجود القضية بين الـ FBI وأبل فتحت مجال ونقاش كبير في هذا الموضوع. كان تقريبا نقول أنه 40% كان منه تقني و 60% كان منه قانوني، وهنا الفرق في الموضوع. فعملية أنه حتى تكون هناك جماعات إرهابية أو مجموعات يمكنها أن تتواصل وتنشئ مجموعات خاصة بها مشفرة بهذا التشفير العالي الذي نظريا بالنسبة لنا كتقنيين من المستحيل أنه يتم فكه بسهولة، فهذا أيضا يشكل خطر على الكثير من الناس الموجودين خاصة في عالمنا العربي. دعني أسألك عن مسألة التشفير وإلى أي مدى بالفعل هو آمن. يعني كما قرأت قبل قليل حتى الشركة المالكة للتطبيق شركة واتساب أو اللي هي فيسبوك لا تستطيع الوصول إلى هذه الرسائل النصية، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، هذا صحيح، لأنه تقنية التشفير المستخدمة اللي هي 256 بت
فعملية التشفير في هذا الكود العالي اللي احنا بنطلق عليه اللي هو 256 بت ليس من السهل عملية فكه، لأن هناك الاحتمالات اللي ممكن انه يشتغلوا عليها الهاكرز او المخترقين حتكون بمئات الملايين من الاحتمالات لفك اي شفرة، وهي الشفرة تكون عشوائية وتتبدل في كل رسالة وفي كل عملية ترانزاكشن بين البداية والنهاية او بين المستخدم الاول والمستخدم الثاني. زائد انه عم واتساب والشركة اللي اشتغلت معها عم بيستخدموا تقنية المفتاح العام والمفتاح الخاص، يعني المستخدم الأول بطلب من الخادم تاع واتساب أنه يبعث له مفتاح عام ويرسل الرسالة، فيقوم خادم واتساب بإرسال المفتاح خاص للمستخدم النهائي المستخدم الثاني، بحيث أنه هو الوحيد الذي يمكن أن يستخدمه لفتح رسائله، وهذا يتم تغييره في كل رسالة. فهنا المشكلة، يعني حتى أحد الأشخاص استطاع أنه يفك هذه الشفرة هي لدقائق أو لثواني معدودة وتتغير ثم بعد ذلك. طبعا لا شك أن المستخدمين يرحبون بهذه بمزيد من الخصوصية، لأنه يعني لا أحد يريد أن يطلع الآخرين على خصوصياته. البعض اليوم من زملائنا شبه المسألة وكأنك قاعد في بيت من غير ستاير من غير برادي، يعني مكشوف على الجميع. من هي الجهات برأيك التي قد تكون أيضا متضررة من مسألة التشفير؟ أكيد في يعني الناس اللي مثلا زي المخترقين الهاكرز، الناس اللي بتسرق حسابات الناس، اللي هي اللي عندها الجانب الإجرامي أكثر كمان. وهذا كتير بيعانوا منه ناس كتير، في خاصة الشخصيات المهمة، الفنانين، الناس اللي لهم متابعين جدا بيعانوا من عملية اختراقات حساباتهم، في عملية إنه وجود صورهم محادثاتهم موجودة على الإنترنت على الملأ. في كمان كتير مثلا من الشركات الأخرى اللي هي ممكن إنها ما بتحب اللي بتسوي عمليات التسويق وعمليات رد اللي هو رصد أفعال المتسوقين، بحيث إنهم يبيعوا إعلانات عليهم أكثر. فهاي برضو حتأثر عليهم أكثر، لأنه هم مش هيعرفوا الاتجاهات عم بصير فيها المحادثات على الواتساب زي أول. دائما نعرف أستاذ علاء بأنه كل يعني تقنية مهما كانت قوية وغير قابلة للاختراق سيظهر يوما ما شيء مضاد، شيء يعني بإمكانه أن يتغلب عليها، وشهدنا هذا في مسألة الفيروسات بشكل كبير. هل برأيك يعني هذا التشفير على الرغم من قوته تكنولوجيا يمكن التوصل بشكل أو بآخر في مرحلة زمنية معينة إلى تخطيه وتجاوزه؟ من خبرتنا في عالم تقنية المعلومات هذا أكيد، يعني لأنه لا يوجد شيء آمن 100% في الواقع الافتراضي أو بالعالم الرقمي، لأنه كل تقنية بيكون فيها تقنيات أكبر وبيكون فيها أجهزة أفضل. يعني حتى لو كان احنا يعني اعقد انواع التشفير بكون على الهاردوير او على الاجهزه نفسها، وهذا اذا حتى تم اختراقه في السنوات السابقه، يعني احتمال كبير انه بعد فتره معينه انه يكون هناك عمليه فك لهذا التشفير وامكانيه حتى فتح الملفات المشفره الموجوده فيه. اليوم كان هناك يعني بالمناسبه عدد من الاخبار التي لها علاقه بتكنولوجيا المعلومات و الاختراقات لشبكات الانترنت. مثلا الشرطة الألمانية اليوم شنت مداهمات ضد 170 شخص يشتبه بضلوعهم في جرائم معلوماتية في ألمانيا وهولندا فرنسا وكندا. أيضا في تركيا هناك تحقيق في أنه كيف نجح قراصنة الانترنت في نشر بيانات متعلقة بهويات 50 مليون شخص من المواطنين الأتراك، تمكنوا من الوصول إلى هوياتهم وجمع كل المعلومات المتعلقة فيهم ونشرها على الإنترنت بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس الدولة ومسؤولين وشخصيات أخرى. يعني الآن المسألة شبه مفتوحة أستاذ علاء، والآن مسألة الخصوصية باتت تقريبا معدومة على وسائل الاتصال هذه، ما رأيك؟
أكيد مع الانتشار الإنترنت والتقنيات الجديدة والعملية أصبح يعني أي إنسان ممكن أنه ينزل أي برامج الهاكينج عمليات الاختراق ويتدرب عليها وأنه يشتغل. حتى عم نتفاجأ في أطفال عمر 12 سنة أو 14 سنة أنهم حققوا اختراقات يعني ما كنا نحلم فيها في كثير من الأمور. يعني حتى كمان أضيف لك أنه عملية حتى وثائق بنما الضجة الكبيرة كانت عملية اختراق لمكتب المحاماة وكانت عملية كبيرة أنه يسحب 11 مليون ونص وثيقة 2.6 بالعشرة تيرا بايت. يعني هذه بدها وقت طويل لعملية الداونلود والتحميل والتنزيل. فعملية اختراقها كانت هاي يعني من أكبر عمليات الاختراق الإلكترونية اللي صارت لها في السنوات الأخيرة. فالقضية أنه هناك بالنسبة للبرامج وأنظمة التشغيل اللي موجودة اللي نستخدمها حاليا هناك تقصير كبير من الشركات المنتجة لها لأنه لم تتمكن من عمل أرباح أفضل من أنظمة التشغيل الجديدة. فلم يعني لم تصبح تعر اهتمام كبير في عملية الأمن على أنظمة التشغيل الجديدة اللي موجودة على أجهزة الكمبيوتر وحتى على الهواتف الجوال اللي احنا عم نحملها إن كان من جوجل أو من مايكروسوفت أو من الشركات الأخرى. شكرا جزيلا لك الأستاذ علاء القصاص خبير تقنية المعلومات كان معنا مباشرة من دبي.